اهلا بيكم في حلقه جديده من هاني وموريان في بلد الامريكان. والنهارده 29/1 اللي بيحصل في امريكا بقالنا يومين شايفين الدنيا مش مظبوطه وفي حاجات كتيره احداث بتحصل سبيشال جوه امريكا، واحنا كانسان عايش في امريكا دي حاجه تهمني انا. اللي احنا هنتكلم النهارده على احداث تكساس. تكساس دي ولاية أمريكية. تكساس دي كانت الأول، يعني حاجة بسيطة كده، تكساس دي مساحتها كبيرة جدا. تكساس دي كانت أصلا جزء من المكسيك وانفصلت عن المكسيك وبقت تابعة للحكومة الأمريكية تقريبا من سنة 1800 وحاجة. اللي بيحصل الأيام اللي فاتت، تكساس دي على البورد بينها وبين المكسيك، المكسيك تحت والبورد ودي البورد والتكساس. فانتوا طبعا عارفين اللي بيحصل الفتره اللي فاتت وانا اتكلمت على الحكايه دي، ان في هجره غير شرعيه بتيجي عن طريق المكسيك وبيدفع مبالغ فلكيه وبيخش عبر الحدود ويخش، ونيويورك مليانه وجميع الولايات مليانه من ناس قاعده على الرصيفه متسولين، ما فيش لهم مكان، ما فيش لهم شغل، ما فيش لهم ورق، ومطالب بالترحيل لان القانون توقف في شهر 5 اللي فات. بس طبعا ما فيش حد بيترحل ولا اي حاجه، لان ايه، بيخشوا محامين وبيلعبوا في الورق وكده. حلو حلو. تكساس ولاية جمهورية، الحاكم فيها جمهوري. فالحاكم هو اسمه جراي، طلع بحاجة كده قال لك انا مش هسمح استنزاف للولاية عندي اكتر من كده، وده استهداف امريكا كله مش الولاية بس. انا الشهر 12 اللي فات دخل لي 310,000، فده كتير. طب هتعمل ايه يا حاج؟ قام جايب اسلاك شكه وحاطها بينه وبين المكسيك. خلاص حلو على كده. جت الحكومه بتاعت بايدن قالت له لا، الكلام اللي بتعمله ده غلط، ما ينفعش، السور ده يتشال. قالوا مش شاله، شيل السلك. لا مش شاله. خلي بالكم هنا احنا والولايه، هي كل ولايه زي دوله مستقله بذاتها بتتبع بس في المين اوردر للحكومه، لكن هي كل ولايه مستقله بذاتها بقوانينها بكله. شيل الاسلاك، لا مش شايل، لا هتشيل الاسلاك، لا مش شايل. دخلوا المحكمه، قرر المحكمه كان يوم 26 لازم الحاجه دي تتشيل. طبعا ما شالهاش، قام منزله الحرس الجمهوري او الحرس الوطني عشان يشيلها. في 25 26 ولايه هم الولايات الجمهوريه اتضمنوا معاه، وغير الولايات كل الناس منضمه معايا. انت النهارده لما تيجي تتكلم حد معاك امريكي يقول لك اللي بيحصل ده غلط، الناس ده انا لما بدي فيزا لحد انا عارف الباك جراوند بتاعه، انا عارف هو جاي منين، انا عارف اصله وفصله، لكن اللي داخل لي من على الحدود ده من غير ورق انا ما اعرفش عنه حاجه. طبعا مخدرات، يعني بيبقوا تهريب، عصابات تهريب مخدرات بيبقوا موجودين فيها، وهم هيجوا يشتغلوا ايه؟ طبعا اي بقى تجارة أعضاء، تجارة البشر، هتلاقوا الحاجات دي موجودة جاية من عبور الحدود. الحاجات دي بتحصل في أمريكا، والناس اللي جات من على الحدود بتحكي المهازل اللي موجودة هناك في المكسيك واللي بيحصل فيهم، ومحدش بيقدر يفتح بقه. يعني من الحاجات اللي اتقالت ان في بنت اتحرشوا بيها او اغتصبوها قدام اهلها، محدش قدر يعمل حاجة. من الناس اللي هي بتيجي من الهجرة غير الشرعية، يعني هم اوريدي عصابات، فانت العصابات دي هتدخلك ايه؟ انت مش عارف اللي داخلك ايه. انا بسند الراجل ده وانا معاه، القرار اللي هو بيعمله صح، انا ما عنديش مشكله مين اللي يجي، بس اعرف هو مين، ويجي بطريق قانوني، مش يجي يستفز لي فلوس البلد ويمشي يحطها على بلده، لان ده بيشتغل من تحت، ده ولا له ضرايب ولا له ورق ولا 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 ولا. وبصراحه امريكا مش ناقصه، يعني اللي احنا فيه والغلا والكوى والبهدله اللي احنا فيها، امريكا مش ناقص تاني. كام لي اوف وكم فروع بتتقفل وكم وكم وكم. سيبكم من ده. الولايه دي بتوع الترقات، الناس اللي بتجيبوا الاكل والمطارات الشاحنات، قال لك ايه؟ انتوا هتشيلوا السور، احنا السور من يوم 1/29 هيبتدي في نائلات الشاحنات، الترقات الكبيره، التريلا الكبيره هتقف فيها تعمل البوردر بينها وبين المكسيك في تكساس. تكساس دي دوله لوحدها. تكساس دي النهارده لو استقلت دخلها اكتر من كندا. تكساس دوله، ولايه غنيه، لو استقلت بنفسها، هم طبعا كانوا عاملين القانون ده ان هم عايزين يستقلوا عن امريكا، الدخل بتاعها اكتر من كندا وجنوب وكوريا الجنوبيه. يعني دي دوله.
20% من الطاقة الكهربائية بتاعت أمريكا موجودة في دي. يعني النهارده هو لو لا حب يلعب، انا مش جايب لكم كهرباء للولايات اللي هي معارضاه مثلا، مش هقول لك امريكا بس، هقول لك حبايبه بتوع الجمهورين هيدي لهم، لكن الديمقراطيه الولايات الديمقراطيه مش هيبعت لهم كهرباء. ايه اللي هيحصل في امريكا؟ احنا في موقف لا نحسد عليه على فكره، هو مش حاجه سهله. يعني كميه الفيديوهات من امبارح اللي بتفرج عليها وكميه التيك توك اللي بتتكلم امريكان، انا ما بفرجش على حد عربي، الامريكان اللي بيقولوا الكلام ده. امبارح واحد النهار بيقول هيتعملوا ايه، المزارعين بتوع تكساس خرجوا بالجرارات بتاعتهم واقفين عشان يمنعوا الجيش. النهارده فيرجينيا، امبارح بعتت فيرجينيا، بعتت هنا مثلا الولايه اللي احنا فيها، بعتوا امبارح جزء من الجيش راح هناك لتكساس. احنا بيقولوا على بوادر حرب اهليه، هو تقريبا خلاص بدات. والمصلحه مين؟ يعني انت المفروض كرئيس دوله تقف تمنع اللي بيحصل ده، مش هو، مش جوفنر هو اللي يعمل ده، مش حاكم، مش محافظ اللي يعمل ده، انت كرئيس دوله تعمل، انت اقتصادك مخروب، انت البورصه عندك واقعه، مؤسسه شركه التضخم عندك كنت اللي كنت فرحان بيها ساعه الكريسماس ان هي بتزيد، بتقل، لا بتزيد الايام دي. حركه البيع والشراء في امريكا تتوقف على اكل وشرب بس. نهار تسلا الانونسنج بتاعها قد ايه؟ ما تبصوا الشركات الاسبوع اللي فات ده كان كله معدل الربح بتاع الشركات، مفيش غير شركات الاكل والشرب هي اللي كسبانه. سوق العربيات اللي عندك اللي واقف النهارده، ده ولايه زي دي تتحكم في كهرباء وغاز خمس انتاجك في امريكا وجاي بتلعب معاها، انت في الاخر وفي الاول هترضخ ليه؟ اصل حاجه بالعقل كده، ايه اللي بيحصل ده غلط. اللي بيحصل ده غلط. انا كدوله وكشعب، انهي دوله اللي فاتحه حدودها كده؟ انهي دوله اللي فاتحه حدودها؟ يعني دي حاجه، يعني انا ما اعرفش في ايه. في بعض من المزارعين زي ما قلت طلعوا برضو بالجرارات، وقفوا على الطريق. احنا النهارده هنشوف الاخبار بتتطور ازاي. احنا في خلال 48 ساعه الدنيا مش ظريفه. امبارح احنا هنا، انا كنت بين ولايتين امبارح، فيرجينيا وميرلاند. الطريق ما بين فيرجينيا وميرلاند في حاجه غريبه، كنا واقفين طول الطريق في حاجه غريبه، كميه العربيات البوليس ما تعرفوش في ايه، ما تعرفوش ايه. امبارح يعني امبارح حتى احنا استغربنا كميه العربيات اللي واقفه في الشوارع، مش وبوليس ستيت، مش بوليس العادي، ستيت بوليس. فبرضه في حاجه بتحصل احنا مش عارفين في ايه. يعني في حاجه بتحصل انا مش عارفه في ايه. انا بتكلم بين الحدود بورد بين ولايتين امبارح كان متبهدل، الجزء بتاع فيرجينيا، نص فيرجينيا، انك تخش على ميرلاند فيرجينيا، لا كان في حاجه امبارح لغايه لغايه المطار امبارح دالاس، كان في كميه عربيات بوليس على 50 وعلى 66. انا معرفش دي كانت جايه ايه، فانا بالصدفه انا يعني انا مش دماغي حوار تكساس بصراحه، انا كنت عادي يعني بشوفه ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل، سلك وسور وسور وسلك وخلاص واخدها هزار. لكن امبارح لما لقيت الحركه بتاعت البوليس في الشارع ولقيت الامريكان بداوا يتكلموا. النهارده واحد بيجي يقول لك ايه، انا هو واحد امريكاني بيقول لي انا ما عنديش مشكله الناس تخش، بس ابقى عارف في ايه. انا بيتقسم في دخلي وبيتقسم في فلوسي عشان خاطر ايه؟ هتزود لي عدد السكان؟ اي يعني هو انت هتجيبه لايه يعني؟ هو واللي جاي من امريكا يا جماعه، اللي جاي داخل امريكا، احنا انا عارفه ان الهجره العشوائيه دي بيدفعوا فيها اكتر من نص مليون جنيه مصري، ده كانت قبل الدولار ما يغلب الغلو الاخير ده، كانوا بيدفعوا نص مليون جنيه وبيطلعوا من مصر على الاردن او من الاردن على تركيا، ومن تركيا بيخش على هندوراس وجنوب سنتر امريكا ويخش بقى بالعربيات. يعني هو بيخش ثلاث رحلات طيران وبعد كده بيخش بالطيران، سوري بيخش بالاتوبيس، اتوبيس لاتوبيس اتوبيس، ويبقوا قاعدين هنتحرك النهارده لا هنتحرك بكره، ويطلع الفلوس اللي في جيبك، طلع الفلوس اللي في جيبك، ويبقى ماشي كده لغايه لما بيسيبه على البورد وبعد كده يقعد. انت متخيل هتجيب كام لما تخش؟ لما انت دافع على الاقل 30,000 دولار، هنحسبها يعني 30,000 دولار ولا 20,000 دولار عشان تيجي امريكا، هتاخدهم في قد ايه؟ هتجيبهم في قد ايه؟ يعني حاجه انا واقفه يعني مستوقفه لها. طبعا ترامب زاد في الزيت، وانا واقف مع الراجل ومش مع الراجل، وال 25 ولاد بداوا يخشوا يسندوه دلوقتي،
ومش غير وزي ما قلت لكم غير 25 ولاية اي حد عاقل هيقف معاه. اي حد عاقل. انا كدوله داخل لي اكتر من ربع مليون في شهر، ليه؟ انهي اقتصاد ده هيستحمله؟ انهي اقتصاد دوله في العالم هيستحمله؟ احنا دوله ودوله وعندنا ومع بس انهي، ما انت خد من التالي يختلي. عرفتوا ليه بنقول بلاش ديمقراطيين تاني؟ انا ما عنديش مشكله ان حد يخش بس ليجل بورق، ابقى عارفه هو داخل فين بيشتغل ايه، هيفيد الدنيا دي ازاي، مش جاي ياخد ويمشي. زي ما قلنا كل ما بتدي كل ما بتاخد، لكن انك تاخد بس دي صعبه. وطبعا بقى مساعدات وورق، ما هو مش بقى ورق، عايز عايز اي بي تي ويشتغل كاش عشان الاي بي تي ما يعملش فلوق. ده اللي بيحصل، ده دخلك ودخل ولادك ومستقبل ولادك بكره، ان انت سبت بلدك وجيت هنا عشان ده. ف ربنا يسر على الايام الجايه. الايام الجايه هتكون صعبه شويتين ثلاثه. النهارده ما هيبقى الدنيا، هو المفروض ان هو من امبارح الساعه 1 بالليل المفروض يعني الحاجه خلصت، يعني الاوردر المفروض يبقى اوبي الاوردر، بس النهارده القوافل من يوم 29 بدأ في مسيره كبيره هتمشي في ولايه تكساس. الفلاحين اللي بداوا يطلعوا بالالات بتاعتهم الزراعيه على الطريق، شايفه اكتر من فيديو بداوا يشدوا مع بعض، فربنا يستر. استنوا، ده ملخص سريع على اللي بيحصل في امريكا حاليا في ولايه تكساس. لو في اي حاجه ممكن نطلع بفيديوهات تانية. استنونا في حلقه تانية جايه كتير من هاني ومريم في بلد الامريكان. باي باي.